عشر سنوات مرت منذ انطلقت أولى شرارات الثورات العربية في هذا البلد. عشر سنوات كانت الإجابة الأكثر صحة على تحديات ما بعد الثورة في بلدان الربيع العربي هي وبلا شك تونس، بوصفها التجربة الأكثر نجاحاً والأقل ضرراً بين هذه الدول. غير أن الواقع في السنوات التي تلت العام 2011 حملت لتونس أزمات وصراعات وتحديات عديدة. بالطبع لم تتطور الأمور إلى حرب أهلية أو انقلابات عسكرية أو صراعات إقليمية مسلحة كما جرى في بعض دول المنطقة، لكن السيناريو التونسي برغم اختلاف أحداثه إلا أنه كان ولا يزال بحسب محللين يسير وفق مخطط رسم بعناية لإفشال فكرة الثورة في المنطقة العربية. مع مرور عشر سنوات على اندلاع ثورة الياسمين، تشهد المدن التونسية تظاهرات واحتجاجات على التدهور في الأحوال المعيشية والاقتصادية، احتجاجات وصفتها الحكومة بالعنيفة والتي تخللتها أعمال شغب واعتداءات على مراكز حكومية وعمليات حرق ونهب للممتلكات العامة والخاصة. الحكومة والأحزاب الداعمة لها تقول إن هذه الاحتجاجات تحركها جهات مشبوهة تتاجر بمعاناة الناس وتسعى لإحداث فوضى في المجتمع التونسي من أجل تحصيل مكاسب سياسية، بينما في المقابل تقول المعارضة إن هذه الموجة من المظاهرات كانت متوقعة نظرا لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالتزامن مع أزمة سياسية تتمدد داخل أروقة السلطة بسبب الخلاف والقطيعة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، الأمر الذي يعمق الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد. وعلى الرغم من الإعلان عن حوار وطني مرتقب لبحث ما تواجهه الدولة التونسية من تحديات، إلا أن محللين يرون أن ذلك الحوار لن يخرج عن إجراءات شكلية ربما تصل إلى تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر بالطبع لن يحل الأزمات المعقدة التي تواجهها تونس.